كذا كذا عشان حمودي 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 بعد قلبي بالله هدسوا ترى يشب اثنين النار اشرق الله اذا كثر الطبابيخ احترقت الطبخه هذا واحد كان يشب الضوء محمد ذهلي تعال لازم تعرف السالفه تعال في واحد كان بيشب الضوء يوم من الايام وانحرقت يده خلاص وكان امنيته يمثل في مسلسل وكانت حالته مترديه جدا حلو يجي يوم من الايام خلاص وحالته النفسيه سيئه جدا ويجي ذاك اليوم بيسافر من مدينه لمدينه يوقف مع كداد حلو كلام حلو وقف مع الكداد يمركب مع الكداد اللي الكداد يسولف معه وش فيك ما وش فيك قال كذا كذا قال قول لا حول ولا قوه الا بالله قول الحمد لله واذكر الله وان شاء الله انها خيره لكم من هذا الكلام نزل من عند الكداد حلو وصل بيتهم يوم وصل بيتهم فك التلفزيون لقى ايش قناه مين بدايه لقى قناه بدايه يوم لقى مجلس خمسون يوم لقى قناه بدايه فكه تخيل الادمي محروق يده ومشغل عين خلاص ولا لقى ذا المهم يوم فك قناه بدايه وشغل لقى قناه بدايه خلاص لقى ايش دخل عيد لقى قناه عياده اي قناه عياده قناه بدايه مشغلين عيد وتتيسر اموره وترجع يده زي ما كانت وتنفتح له باب الرزق من حيث لا يعلم شفت انا لو رجع من كسره اسمع اسمع ما سمعت ايدي ايش بلاكس تطيب لا محمد سيد تشغل ايدي والله اطفي انوار القريه محمد سيد مالك من اشغلها شغلها محمد سيد تشغل ايدي اطفي انوار القريه اول لعبه محمد سيد شغلها مالك من شغلها مالك من انا الاسبوع هذا اسبوعي ابغى اخلي ايدي شغل محمد سيد شفت الكنترول هذا ترى عندي بازوكه تحت السرير محمد سيد مالك مالك من اشوف شغله محمد اشوف يهددك انت خليك رجال ترى يهددك مالك من اشغلها بس شغل يا محمد سيد شوف يهددك ترى تسوي انه خايفين منه شغله نصيحه لا توضح انك خايف لا توضح انك خايف محمد سيد محمد سيد لا يغويك هذا انصحك ما تشغل نصيحه شغل مالك من وري الحين الناس كلها برا الله ان محمد سيد خايف من منيف والله ما ادري يتكلمون عنك في تويتر بعدين توصل ترند يتكلمون عنك شغله محمد سيد شغله ترى انقز وارق الضلع ولا علي خصم ما لي دخل تحملون محمد سيد محمد سيد مالك من شغلها نصيحه عشان يقول انك خايف ومفجوع منها انت اقوى وافضل شغلها نصيحه شغلها ولا عليك من شغلها محمد سيد شفت القعود هذا خليه يدخل عليكم بالكنترول يرثابكم شوف بدا يهدد نصيحه شغلها شوف يهدد شفت شوف قعدان جتكم بلي ما اقول يعني انتبهوا محمد سيد شوف بقول لك شيء ما عليك زين تفهمون على بعض عطاطا افهم انا وياك على بعض انت فهمتني على طول لا انت فهمت هذيك قبل ما تقول شوف خشت محمد سيد محمد سيد جاتكم يا محمد سيد محمد سيد في واحد هنا قاعد يولع الضوء ما يتولع الضوء الا اشتغلت ايدي اشتغلت ايدي على طول تولى سبحان الله سبحان الله يعني حتى اللي عنده اختبارات اذا سمعوا ايدي ترى ينجحون ما تدري محمد سيد سالم انت نظرك ضعيف صح؟ نظرك ضعيف صح؟ اسمع عيدي ان شاء الله الطيب ها اسمع عيدي ان شاء الله الطيب ولد ايش الشفاء من الله اي داري بس يعني خلنا بعيدي ايه والله انها تطرب بغيت الصد ايش والله انها تطرب وهنيك هذا هو العمل لك صح ما قلنا شيء يا ولد كل شيء سمعناه بالقريه كل شيء يطرب بالله ايش قالك الدكتور لازم اقابل دولتي وترى بالعكس ما قد طلبتها ايش؟ ما قد طلبتهم يشغلونها، لا يا شيخ جابهم يطلبونها انا داري انك ما تروح تطلبها، انت تروح عنده في الاعداد بعد البث من ايه من ايه؟ ها تعال في علوم زين امشي ها امشي في علوم زين، ايه ايه سعد سعد تعال تعال داري تعال والله داري دعد يعد 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 شباب يعد يعني صخر ايه يعني ايش؟ صخر عندكم؟ والله والله اللي يعده يعني الغنم اوه لا بالله لا تقول يعني سعد اعطيه افتح السياره افتح السياره افتح السياره افتح السياره اعطي الجمس لا تعطيه لا تعطيه يقلبه هذا يقلبه سعد اه يا الله طيب شبيت النار ما حد جلس عنده اجلسوا هنا ترى الطويل ايش راح يجيب الشارع القهوه جاسم تعال هنا يا جاسم اطرش لك السواق واذا يعني السواق تجي معاه هنا جاسم انا حكيك انا اخوك العود تعال هنا واذا انت اخوي احترم اخوك العود تعال هنا انا محتاجك من زمان لكن الحين للاسف ماكو احترام حسين حسين سكتة قلبية لحسين